بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السائلة تقول بأنها مريضة سكر النوع الأول وعلاجها الإبر، ولم تصم منذ أن أتاها المرض، وفي هذه السنة لله الحمد استطعت أن أصوم رمضان لعدم بذل الجهد، الحمد لله، يعني أصبح خير بالنسبة لبعض الناس. السؤال الأول: في حالة أني فطرت لظروف صحية هبوط في السكر، هل يعتبر دين وأصومه بعد رمضان؟ والسؤال الثاني: عند نزول الدورة الشهرية بعد رمضان هل يعتبر دين وأصومه بعد رمضان؟ الحمد لله، طالما أنك الآن تستطيعين الصيام، وذلك بسبب عدم بذل الجهد من جهة، وبسبب الجو لا زال إلى اليوم كما ترون، يعني تعتبر درجة الحرارة مقبولة، فبالنسبة لبعض المرضى يستطيع أن يصوم، فكل من كان قادرا على الصيام يجب عليه أن يصوم، هذا هو المعيار. فالمرض الذي يشق معه الصيام مشقة غير معتادة، الصيام فيه مشقة، كل واحد صايم هناك مشقة، ولكن إذا وصل إلى مشقة غير معتادة في مرضه فإنه يجوز له الفطر. فإذا أفطرت بسبب هبوط في السكر ولم تستطيعي الاستمرار في هذه الحالة، أنت بعد رمضان إذا كنت تستطيعين القضاء يجب عليك القضاء، فإذا كنت لا تستطيعين القضاء وذلك لأي سبب من الأسباب، يعني بسبب المرض ولا تستطيعين، فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا واحدا، وذلك يعادل دينار واحد. إذن بالنسبة لك أنت تقومين بإخراج الأطعام عن كل يوم تفطرينه إذا كنت لا تستطيعين القضاء. هل نزول الدورة الشهرية بعد رمضان يعتبر دين وأصومه بعد رمضان؟ بالنسبة لمن للمرأة فإنه في رمضان متى ما نزل عليها العذر الشرعي فإنها لا تستمر في صيامها طوال فترة العذر الشرعي. خلينا نفترض بأن في الظهر أتى المرأة العذر الشرعي، هذا اليوم هي مأجورة على ما قد صامت إلى الظهر، ولكن يجب عليها أن تقضي هذا اليوم بالإضافة إلى أيام عذرها، لنفترض 5 أيام أو 6 أيام أو 7، فإنها لا تصومها ولا يجوز لها أن تصومها، وفي المقابل أنها تقوم بقضاء الصيام ولا تقضي الصلاة. فالمرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، هذا بالنسبة للجانب الأول فيما يتعلق بنزول الدورة، فإنك تقومين بالقضاء لهذا اليوم في بعد شهر رمضان.